الآن وهي انطلاقة الشوط الخامس، والشوط الخامس مخصص للجاي الأبكار المحليات العصايل المسافة 4 كيلومتر. رافقكم طولة مسافة 4 كيلومتر والتغييرات منذ البداية وحتى خط النهاية. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط، هنا اللي في المركز الأول للسيد سعيد بن مطر بالعرط الحميري مياسة على مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الثاني يرى الذيبة للسيد مانع بن أحمد برحمه الشامسي، غيرت وانتقلت إلى المركز الأول. المركز الثالث ناخذ اللي في المركز الثالث مياسة للسيد راشد بن مطر بن سيف اليابري، وفي المركز الرابع الشاهينية للسيد حميد بن سالم بالقوبع المنصوري، وفي المركز الخامس الضبية للسيد خليل بن ناصر بن منصور بن خليل الشهواني، وفي المركز السادس ناخذ اللي في المركز السادس في هذه اللحظات، ارى الان اللي في المركز السادس بن تمليح للسيد علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني، وفي المركز السابع نشوف اللي في المركز السابع مواصل للسيد هلال بن سالم بن طراف المنصوري، وفي المركز التاسع نشوف اللي في المركز التاسع في هذه اللحظات الشاهينية للسيد سلطان بن نديلة بن سالم النعيمي، وفي المركز العاشر نشوف اللي في المركز العاشر في هذه اللحظات الدكتورة للسيد علي بن عتيج بالعطشان الهاملي. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، والأعداد في هذا الشوط يتعدى 77 بكرة مشاركة في هذا الشوط، أعداد هائلة. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط الغادمة. نتابع الآن المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط إلى الذيبة، الذيبة وهي على مقدمة هذا الشوط للسيد مانع بن أحمد برحمة الشامسي، غادمة من مدينة العين، مدينة الخضرة، مدينة الجمال، قادمة إلى ميدان المرموم وتمهيد المرموم. ننتقل إلى المركز الثاني الشاهينية للسيد حميد بن سالم بالقوبع المنصوري، وفي المركز الثالث نشوف مياسة للسيد راشد بن مطر بن سيف الجابري، وفي المركز الرابع الدكتورة للسيد علي بن عتيج بن عطشان الهاملي، وفي المركز الخامس وتحمل رقم 5 هي هذا الصدف، ها هي الشاهينية في المركز الخامس للسيد سالم بن راشد بن حضيرم الاجتبي. يا سلام يا ابو منصور على اداء الشاهينية، وصلتنا ذعن المراكز العشر ووصلتنا في الندى الثاني، مغيرت الى المركز الخامس الى المركز الرابع وفي طريقها الى مقدمة هذا الشوط. ننتقل الى المركز الخامس في هذه اللحظات، ترى الضبية للسيد حمد بن راشد بن مفتاح الشامسي، وفي المركز السادس الضبية للسيد خليل بن ناصر بن منصور بن خليل الشهواني، وفي المركز السابع الطيرة للسيد حمد بن نايع بن راشد الغفلي. هذه النتيجة، يا سلام يا سلام على هذا الشوط. بدينا الآن ندخل أجواء الكيلو المتر الأخير بقيادة مياسة، مياسة الشكل، مياسة العود على مقدمة هذا الشوط، لكن التسلل ناصية ناصية الفوز، ناصية الناموس. يا سلام الناصية للسيد عبد الله بن هضبان بن مبارك العامري، يا سلام ناصي جداك محافي يا حلوين المشم، ناصي إلى الفوز إلى الناموس إلى خط النهاية مع ناصية. ها هي ناصية على مقدمة هذا الشوط، الملاحقة والمتابعة من مياسة، مياسة الشكل، مياسة العود، قدوم من شعار بن رشيد أيضا من الجانب الثاني، هيام 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 هيام، غيرت وانتقلت إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا هيام، هيام حلوة، هيام جميلة، يا سلام وهي ترقص على أرضية ميدان المرموم. آه يا هيام تبحث عن النقطة الثانية لهذا الشعار ولهذا المالك علي بن خليفة بن رشيد السويدي. ركز يا ابو مانع، ركز، التركيز مطلوب. يا سلام
يا سلام. ايضا قدوم قوي من منصورة للسيد خليل بن راشد بن علي الشامسي، لكن هيام على المقدمة، هيام تغترب من المنصة الرئيسية، تغترب من خط النهاية وهي محتلة المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز. نقول سلام عليكم يا أهل جميرة، واسعد الله صباحكم بكل خير من المنطقة الأولى حتى المنطقة العاشرة وشواطئها الحلوة الجميلة. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني منصورة للسيد خليل بن راشد بن علي الشامسي، وفي المركز الثالث ناصي للسيد عبد الله بن هضبان بن مبارك العامري، المركز الرابع للسيد محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي، وفي المركز الخامس للسيد عامر بن علي بن حمد الذي وصلت في المركز الخامس. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول هيام إلى خط النهاية وهي محتلة المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. 6:09 جزئين من الثانية، تهانينا للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي والذي وصلت في المركز الثاني. منصورة ألف النصر مع المركز الثاني. نشوف منصورة ساعة وصولها إلى خط النهاية 6:11 بالوفاء والتمام. تهانينا للسيد خليل بن راشد بن علي الشامسي والذي وصلت في المركز الثالث. شوف المركز الثالث، ناصية وصلت في المركز الثالث. نشوف هذه ناصية قاطعة مسافة 4 كيلومتر في زمن وغدر 6:13. 6 أجزاء من الثانية. تهانينا من العماغة للسيد عبد الله بن هضبان بن مبارك العامري. تهانينا للجميع والناموس.